بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرم. ربنا خذ بأيدينا إلى ما ينفعنا وينفع غيرنا، أمين يا عظيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته ورضوانه. اللي مش يتبع خطاب هؤلاء الضالين المضلين مش مش يلقى مش يلقى يقولك لا إله، إذن أنا لست من المبعوثين، ولا حقيقة لهذا النهار اللي مش يكون قائما، رغم أن الذين من رفضوا التسليم لهذه الحقيقة. احنا قلنا أرحام تدفع وأرض تبلع، ويقف الكلام هنا، ينتهي الكلام. هذا كلام مزعوم لا حقيقة له عند العاقلين، وعموما هؤلاء هالكون لأنهم سيكفرون بالله وسيكذبون القرآن ويعطلون ذكر الحديث القدسية وينكرون وجود محمد عليه الصلاة والسلام. يتبقى الدنيا هي متاع، وهي متاع الغرور، واللي رد متاع هو الغرور، الشيطان الرجيم، هو عدو مبين بالنسبة للعاقلين. واش مش يترسي تمتع هنا، تعذب قبل ما تجيك الموت هنا، مش تجرحها، خرجت الروح هذيك جرعات جرعات، والله أعلم بمدتها الزمنية. وأعرف اللي وقت تتجرع خروجها كل لحظة بقرون، لازمك تعرف الحقيقة دي على الطب اللي يفهموها هي اشمعنى ايناجوني برولونجي، فترون ذلك. ورغم انكم ستزوركم الموت، لكن لا تزوركم بالبشرى، بل تزوركم بإذلال لكم وخيبة آمال، وتقول هيلاس مالوريزمو. لكن عند تلك اللحظات الرهيبة لا ينفع لا هيلاس ولا مالوريزمو، والسلام ولا ديزولي ولا ولا ولا، والسلام على من عنده أفهام تؤهله أن يعلم بعض من هذا الكلام الشيخ الحكيم، وهو منة من رب العالمين. والسلام على أهل الإسلام أجمعين.